عمرك 21 سنة ومهتمة بالأبحاث، بتقضي إجازتك الصيفية كمان بإنك تبحثي مع بروفيسورز في مجالات مختلفة. طب ليش؟ كيف ممكن تقنعني إن الجري وسيلة تطوير الذات وتحسينها ومو بس رياضة؟ وهل ممكن تشتري سمارت فون سعودي؟ هذه الأسئلة وغيرها رح يجاوبوا عليها شباب وشابات في هذه الحلقة من شباب هاب.